نرجع تاني مع بعض، وخلينا نرحب بقى بنجمنا الاستاذ احمد القصاص. جيب لي شوكولاتايه حلوه والله في الفاصل نخت فوقني كده بشوكولاتايه ما لحقتش اندوخها. ما هو اشرف اللي بيحط لي في الشنطه دايما. برحب بيك يا استاذ احمد طبعا ومنور، ودايما بنستنى الفقره دي، بتجيب لنا كل حاجه بصراحه، بتمتعنا بدوري الممتاز بيه. الله يخليك يا كابتن. قول لي النهارده في احداث سخنه كانت الاسبوع اللي فات في دوري الممتاز بيه. بص يا كابتن، كل السيناريو اللي حصل الاسبوع اللي فات انا قلته معاك قبل بدايه الدوري وفي اول جوله، في تاني جوله في الدوري. ايوه قلت لك ان في اخطاء تحكيميه واضحه، لازم الحكام، لازم اتحاد الكره، الحل فين بقى؟ خلينا دايما نشوف الحل. ايوه واحنا الكلام ده قلناه، واتمنى ان دايما بس المسؤولين ياخدوا الكلام بتاعنا حتى ويقعدوا يفسروه في المباريات. احنا بنقول كده ليه؟ ما بنقولش عشوائي. يعني احنا قلنا انا وانت هنا في قبل بدايه الدوري، قلت لك اللي انا خايف منه حاجه واحده بس، الدوري ده مضغوط، النقطه هتبقى لها ثمنها طبعا، المكسب ليه ثمنه، مش بسهوله فرقه هتكسب. ان كمان السنه الجايه دوري المحترفين، دوري المحترفين الفرق كلها عايزه تصعد، فانت لا اول خمس فرق او ست فرق. ايوه وبعدين هيهبط تسعه، فده طبعا دي مجزره في الهبوط. ايوه فانت كل نقطه، ان اي نادي، اقل نادي صرف كام؟ 3-4 مليون. دول لما يهبط يرموه على الارض. طيب. خطا حكام مثلا خمس ست ماتشات يرمي الفلوس طيب على الارض. كان في ازمه واضحه في ماتش الترسانه، يبقى احنا يبقى احنا نقول ان الاول نقول ان اتحاد الكوره السنه دي لغايه دلوقتي في اكتر 37 38 خطا تحكيمي، اخطاء تحكيميه او اعتراض على الحكام، منهم ماتش طبعا كان في الاولمبي في الجوله الثانيه، وخد بقى ايه، حاجات جامده يعني. حاجات جامده كلها. فالنهارده اتحاد الكوره الاول في كذا جزئيه، كل واحد له جزئيه. تمام. اتحاد الكوره لازم يعيد، يعني نبطل الاول ان احنا ايه، نكابر في حاجات يعني. ايه بقى شوف، يعني اتحاد الكوره لازم نعمل ايه؟ لازم ندفع بالحكام الدوليين والخبرات. ايوه انت عندك عايز تطلع جيل جديد على عيننا وعرسنا، وطلع جيل جديد. خلي بالك دوري ممتاز بيه كمان مضغوط، دوري ممتاز الف مضغوط، الحكم يقدر يلعب هنا وهنا في اسبوع. ما فيش مشكله بيلعب ماتشين. سيبك كابتن كريم، بيلعبوا بره الحكم يوم. يعني النهارده احنا بقى خلينا بقى نتكلم كوره وفنيات. أيوة. ما هو الحكم ده لسه صغير، كام سنه؟ 40 سنه. ما اللعيبه في 40، ده ال 40 ده الكبير شويه. ايوه ده الكبير. في النهارده لعيبه بتلعب 40 سنه. أيوة. فانت وبعدين الحكم بيتمرن كل يوم، عنده لياقه بدنيه، والحكم بيجري اقل من اللعيب يعني، بيجري بس برضه جاهز طبعا انه يلعب. يعني ايه، بلاش نقوله في الاسبوع، لا في الاسبوع مرتين. انت بتطالب ان اتحاد الكوره يستخدم الحكام الدوليين، لازم والحكام الكبار بتوع الدوري الممتاز في الممتاز فيه. وده قلته عندك، انت عايز تطلع جيل جديد، طلع وانت فايق بقى. امتى هتفوق؟ ودي رساله لاتحاد الكوره بقوله انا بديك الحل اهو. تمام. بعد الجوله 17 18 خد مني يا اتحاد كوره، هتبقى طيب. اتضحت الرؤيه. انت جايب لي لقطات الترسانه والسكه، هناخدها دلوقتي ولا ناخدها في مجموعه القاهره مع المجموعة؟ مجموعه القاهره. طيب ماشي. انت كاتحاد كوره بقى، انا بقول لك كاتحاد كوره عشان بس ايه، اديله الحل وهم يدرسوه. بعد الجوله 17 18 هتبقى اتضحت الرؤيه في الثلاث مجموعات، مين يصعد مين يهبط. هيبقى هنا في ايه، عندك مساحه 7-8 ماتشات، يعني انت عندك كل اسبوع 4. الفرق الثانيه برضه حتى لو خلاص في فريق بيقرب من الصعود، ده في فرق هتهبط. ايوه يعني هتبقى برضه الماتشات سخنه. يعني قول من ال 24 ماتش هيبقى عندك 10 ماتشات خلاص بره الليله. يبقى انت خلاص بدات تستريح اهو، الحكام الدوليين بتوعك، ابدا بقى هنا دخل الحكام الجداد اللي انت عايز تدفع بيهم، ما انت عايز ناس جيل جديد، وانا معاك لازم تدخل جيل جديد. يبقى الجيل الجديد ده امتى يدخل؟ لما تلاقي الدوري خلاص بدا ايه؟ خلاص الصوره تبقى واضحه قدامك. أيوة. وده هيحصل يا كابتن وخوتها مني، عشان بعد الجوله 18 او 17 وانت هنقعده هنا، هيبقى الرؤيه وضحت خلاص مين هبط وسلم النمر. تمام. ومين ايه الثانيه بقى، يعني الدكه بتبقى مليانه، والدكه دايما بتبقى مثيره للمشاكل. يعني انا اتمنى عدد ايه، عدد افراد العدد يبقى قليل للناس اللي قاعده على الدكه. ايوه ممكن اي جهاز فني او لعيبه بقى كتير. بالظبط 7-8 على الدكه كفايه. ودايما انا بقول لا ما ينفعش 7-8، انت عندك 9 احتياطي. ايوه بالظبط، وعندك جهاز فني 8 مثلا، اللي هو الدكه اللي هو الاداري. مش دعوه باللعيبه، اللعيبه يقعدوا. ايوه حد بقى تاني ما يبقاش في عدد زايد من الاجهزه الفنيه على الدكه، يقعد ورا الدكه فوق في المدرج. يبقى جاهز لاي حاجه، اذا كنتوا عايزينه، اذا كان المدير الفني عايزه يبقى تجيبه. طبعا. لكن يبقى دايما الدكه فايقه. نمره 3، والاهم اي مدير فني في مصر، انا بوجه رساله لمدير اي مدير فني، انت عايز تدرب كوره، لازم عشان تضرب كوره يبقى انت عندك الاول، انت جواك روح انك انت بتقاتل عن ان الدوري ده يستمر،
بتحافظ على الكره المصريه، انت بتحافظ على الكره، ما انت جزء من الكره المصريه. هتعمل مشاكل جامده المدير الفني تحديدا لازم يبقى عنده ثبات انفعالي، حد يقوم يقعده، قام عمل حاجه من وراه يهدد يوقع عقوبه عليه، ان هو لو قام من وراه حتى لو حصل مشكله مع الحكم ان اي حد مع الجهاز هيقوم انا هنطرده بره او مش موجود معايا في الجهاز. نمره ثلاثه الحكام لجنه المسابقات لازم تخلص العقوبات، لازم يبقى في عندك عقوبه، مش العقوبه الماليه هو يقدر يدفعها مهما كان حجمها، هي النهارده 20,000 الايقافات قصدك؟ لا العقوبه الماليه. انا فاهم، انا بقول لك الايقاف العقوبه الماليه ومش الايقاف كمان، لا امال ايه بقى؟ الاعتداء على الحكم، اي حد في منظومه الكوره يتم شطبه ويطلع قرار بيه عدم التعامل معاه في اي نادي في مصر. لو طلع قرار زي ده انا بقول لك اهو والله العظيم ما هيبقى في اعتراض على حكم واحد، اعتداء على حكم واحد. اي واحد يعتدي على الحكم يتم شطبه من اتحاد الكوره فورا، ما فيش حاجه اسمها رفع اتحاد الكوره، لا شطب، ويتم ابلاغ جميع الانديه عدم التعامل معاه مدى الحياه. والله العظيم لو عملت كده لا تحد من الكلام ده، لان الحكم ده في الملعب اكتر حاجه انها تاثر فيك انت كانسان وانت قاعد قدام الشاشه وبتشوف حكم انضرب، لا دي قصه ما حدش يقدر يسيبها. طيب الحاجه الثانيه بقى اللي انا بقولها ان الكابتن ان المقصه تم ايقاف القيد في المقصه، ودي كارثه ثانيه. يعني المقصه موقوف بقاله فتره، قصدي ال استرن كامبري، استرن كامبري مع الكابتن محمد صلاح تم ايقاف القيد. ايقاف القيد اللي كان في عندهم لعيبه افارقه وعندهم بعض التوانسه زي محمد طرابلسي اشتكوهم، فهم لهم فلوس ما تسددوهاش، انظروهم ما اهتموش او ايه الوضع ما نعرفش، المهم في الاخر ما تسددش فتم الاتحاد الدولي قرر ايقاف القيد في نادي استرن كامبري. دي كارثه لسبب، يعني ما يقدروش يجيبوا لعيبه فالانتقالات القادمه. ايوه كابتن محمد صلاح اساسا دخل او وافق على تولي المهمه على انه هو هيمشي اليومين دولت بالفرقه اللي عنده في يناير، وسبعه ثمانيه اللعيبه الجداد في يناير دولت ايه هم اللي فوقوه. انا اتوقع ان كابتن محمد صلاح مش هيستمر فين بعد ايقاف القيد، بعد بس مش هيقدر يمشي برضه في استرن كامبري، هو مش هيقدر يمشي كابتن محمد، لازم استرن كامبري هو اللي يمشيه عشان لان المره الثانيه. وانا بحيي اتحاد الكوره بقى هنا، بقى القرار هنا الحاج عامر حسين والدكتور ايهاب الكومي وجمال علام هم طلعوا قرار المره دي، خلاص فعلوا القرار. القرار كان يعني موجود السنه اللي فاتت ما كانش فيه تفعيل، لكن المره دي تم تفعيل القرار، فعشان كده الكابتن محمد صلاح في ازمه رغم ان هو مدرب كبير، وانا اتمنى ان هو وجوده في دوري زي ده بيعمل حراك، بيعمل واخد بالك، بيعمل حاله في لكن هو برضو لازم يتداركوا بسرعه القصه ديت ويبعتوا اللي ايه يخلصوا من الازمات دي. تمام، يعني كده عندنا استرن كامبري تم ايقاف القيد بالظبط، ما يقدرش يجيب لعيبه خالص ولا اي حاجه، ودي مشكله بسبب عدم دفع مستحقات بعض اللاعبين الاجانب في نادي استرن كامبري. بالظبط، عندك الترسانه بقى هيلعب ماتشين بره، ما هو من ضمن العقوبه ماتشين بره. قول لي كده العقوبات بتاعت ماتش الترسانه والسكه. الاول الكليه هو طالب يلعب على الكليه الحربيه في الماتشين اللي هم ايه اللي العقوبة. جايين، يعني هنقوله ابرزهم، يعني الكابتن خالد ايده وانا بكلمه قال لي والله العظيم انا اقسم بالله، قال انا بعترض، انا معاك في حصل اعتداء، لكن انا والله العظيم ما ضربت حد، وانا بستشهد بالمساعدين لان انا حتى وانا لعيب كل اللي انا خدته. دي مباراه الترسانه والسكه كان في دي ضربه الجزاء اللي اتحسبت للسكه، فطبعا ايه يعني كانت هي سبب في ثوره الجبالي تاني كده معلش اهي جت في صدر اللاعب، في صدره يعني واضحه يعني وانا بصراحه شفت المباراه دي، شفت كمان الترسانه اتظلم. الترسانه في كورتين ثلاثه ضربات جزاء للترسانه 100% والكره دي ما تتحسبش ضربه جزاء. ضربه جزاء ديت بس طبعا مع كل طبعا لا 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 ما ينفعش الحاجات اللي حصلت من الجماهير والمسؤولين والكلام ده، لا 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 خالص، بس الترسانه اتظلم. طبعا الترسانه اتظلم، ايوه بس انا برضو بقول حاجه، ان لو الكابتن خالد عيد للمره الثانيه ده واحد من الناس اللي لعبت من المركز الفني العقوبات يا كابتن، وهي وهم بيجيبوا كده او بيراجعوا الاحداث دي على الشاشه. طب يا جماعه بعد اذنكم انا عايز برضو الحاجات احتساب اللي ما اتحسبتش للترسانه، احتساب نتيجه المباراه 2-0 لصالح السكر الحديد طبعا نقل اول مباراتين للترسانه خرج ملعبه مع مضاعفه العقوبات في حاله بص تكرار المشكله. ارجع تاني كده معلش، ارجع تاني ارجع، لا انا عايز نفس الكوره دي. بص اللعيب رقم 10 بتاع الترسانه ممسوك ازاي؟ ممسوك من التيشيرت ازاي؟ دي ضربه جزاء. ماشي؟ ما اتحسبتش. في واحده ثانيه كمان برضو انا شفتها. اهي بص دي ضربه جزاء للترسانه. ماسكه بس طبعا خلي بالك ما فيش فار.
في الممتاز بيه، فلازم المساعد الحكم يبقى عينيه مع الحكم برضه عشان يشوف. كابتن شريف شعبان في الانتاج طلب اتحاد الكوره بص تطبيق الفار في المباراه المهمه دي. بص دي كمان دي ضربه جزاء للترسانه ما اتحسبتش. عارف لو انت عندك فار في القسم الثاني في بعض المباريات المهمه بص كان راجع الضربات دي برضه ضربه جزاء برضه الكوره. أيوة. جت في ايد لاعب السكه. خلي بالكم انا يعني بص اهي انا مالي ليا مصلحه مع الترسانه عشان الناس ما تزعلش ولا بالعكس. نادي الترسانه حبايبي واخواتي، ونادي السكه الحديد كابتن امير عزمي مجاهد يعني حبيبي واخويا، ويعني كل يعني انا ما عنديش مصلحه، بس انا شايف ان الترسانه اتظلم، لكن الاحداث اللي حصلت لا ما ينفع لا تنفعش خالص. شكل الموضوع سواء بقى من جماهير من مسؤولين عندك طرق قانونيه قد ما ثلاث ضربات جزاء للترسانه. بص دي قد ايه ضربه جزاء برضه، ثلاث ضربات جزاء ما اتحسبوش للترسانه، وضربه الجزاء اللي اتحسبت على الترسانه في الاخر دي بص ادي بص شده ازاي اهي ضربه جزاء. انت معايا ولا ايه يا استاذ احمد؟ والله العظيم انت عارف لولا الاعتداء ده على اللي حصل ده والضرب ده اقسم بالله انا كنت متاكد ان كان هيحصل في نتيجه المباراه ديت حاجه من اتحاد الكوره، ممكن كان يعيد الماتش. لكن هم بتوع الترسانه بالتصرف او الانفعالات بتاعتهم في الملعب هم اللي ضيعوا حقهم. لا بس هو انا عارف. ايوه وانا يعني بقول ده غلط. بس يعني الترسانه اتظلم. انا معاك صراحه يعني. انا معاك. بس برضو الحكم يا كابتن كريم انضرب قدام اولاده. ما انت برضه لا غلط. الاعتداء على حكم كارثه شكلا كارثه وموضوعا مرفوض الكلام ده، لكن برضه لازم يبقى فيه عدل. يبقى بالظبط. ما انا عشان كده قلت لك في اول الدوري ايه؟ قلت لك لازم حكام الماتشات ديت يا جماعه ممتاز. ما ينفعش حكام لسه انت تيجي تجرب في حكام او تجيب حكم ما اشتغلش بقاله اسبوعين ما حكمش او مره تيجي تحكمه. لا 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 خلي بالكوا النتيجة كانت 1-0 ساعتها للترسانة. الترسانة ليه ثلاث ضربات جزاء ما اتحسبوش. خلي ضربة الجزاء اتحسبت يا كابتن كريم، كان النتيجة ايه؟ 1-1. يبقى خدوا برضه بونت. ماشي بس هو أنا عندي مشكلة في حاجتين في الماتش ده. ماشي. أول حاجة ال 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 التحكيم بصراحة تمام ما كانش كويس. تمام. ما لازم نقول حق ربنا عشان إيه؟ ثانياً الانفلات اللي حصل من المسؤولين في نادي الترسانة ومن الجماهير اللي نزلت مع الأول، الاعتداء على الحكم ده كارثة. ده الحمد لله. وده ما ينفعش. الحمد لله إن الأمور عدت كان ممكن يكون اكبر من كده. انا الحمد لله هي لو كمان الكابتن خالد عيد كويس ان الامور عادل، لان هو على خلق وانسان كويس جدا. ساعات الواحد بينفعل يعني من نادر ان هو ينفعل. حتى هو لعيب كوره طول حياته خد انذارين عمره ما انفعل. فالاحداث دي الحمد لله ان في اداره في السكه. طب قول لي العقوبات ايه؟ انا سعيد ان في السكه ناس بصراحه. وده اللي انا وده الحاجه اللي اذهلتني، الحاجه بصراحه اللي انا لا ناس متوازنه في نادي السكه طبعا بصراحه اداروا الملف ده الموضوع ما يبقاش في الملعب كبير على جنب اللي هو حسام السيسي والدكتور سيد عيسى وامير عزمي. أيوه. لا 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 بشكل يفرحك يخليك تطمئن ان في ناس ايه في حاجه حلوه في الكره المصريه، في ناس عاقله، في ناس بتشيل. الماتش تم احتسابه للسكه 1-0 بعد الاحداث دي. قول لي بقى العقوبات كده. العقوبات بقى اللي احنا قلنا طبعا 2-0 اتحسب 2-0 طبعا نقل اول مباراه للترسانه خارج ملعبه مع التنبيه بمضاعفه طبعا العقوبات. أيوة. في حاله التكرار ديت ايقاف الكابتن خالد عيد طبعا المدير الفني للترسانه ثلاث مباريات وغرامه 3 ثلاث ماتشات وغرامه 10,000 جنيه. ايقاف الكابتن عبد الرؤوف عيد مدرب حراس المرمى مدرب الترسانه طبعا حراس مرمى الترسانه 8 مباريات غرامه ماليه قيمتها 10,000 جنيه. على الـ الـ الكابتن عيد عبد الرؤوف لما بدر منه تصرفات. انا بس يعني بوجه بقى الشكر للكابتن امير عزمي. قال لك حسين شكري وعطله حقه حتى انا كتبتها في المصري يوم. حسين شكري تدخل بشكل حسين شكري طبعا لاعب الترسانه السابق مدرب الترسانه طبعا تدخل بشكل هنا بقى الشياكه هنا الجهاز الفني ولاعيبه السكه زي ما شكرت في بتوع في اداره السكه. اصل خلي بالك السكه هم الجمهور والمسؤولين في الترسانه زعلانين من الحكم. مش زعلانين من السكه. أيوة. يعني مشكلتهم كانت مع الحكم. مش مع فريق يعني السكه. يوديك في حته ثانيه كمان ان زي ما في ناس على خلق في الترسانه ادارت الملف ده في منتهى الشجاعه وطلعت بالمباراه لبر الامان. حسين شكري نفس القصه احتوى الحكام وخالد عيد برضه كان كمل معاه فدي حاجه تحسب لهم. طبعا. اتمنى ان انا اشوف حسين شكري واللي هو حسين السيسي حسام السيسي وطبعا دكتور سيد عيسى وامير عزمي الناس اللي على خلق دي اتمنى ان انا اشوفها في جميع مباريات القسم الثاني. لكن اللي انا ما اتمناهوش تاني ان انا اشوف مدرب
يبقى ما عندوش ثبات انفعالي ويبقى هو سبب في الدكه بتاعته. ودي هتبوظ الدوري اللي جاي يا كابتن كريم. يا ريت الدوري ده يعدي كده وبس خلاص. لا اتمنى بس ان اتحاد الكره يراعي ديت ويبعت حكام على مستوى عالي، لان الحكام اللي هي انت عندك ابراهيم نور الدين، عندك حكام تقيلك وعندهم ايه؟ عندهم ثبات انفعالي في الملعب. ممكن يحتوي اي ازمه. طيب. ابدا خلينا نبدا بال ولا في اقالات حصلت في المدربين الاسبوع ده ولا لا؟ لا مفيش اقالات في الممتاز بيه. لا لا برضه عندك كابتن ابو نيش حد اشتكى في ماتش، هو مدرب الاعلاميين طبعا، اشتكى في ماتش قدام النصر من الحكم محمد رمضان. بورتو السويس نفس القصه، بورتو السويس مع الاتصالات احتجاجات طبعا من اشرف توفيق على اسلام القماش حكم المباراه. شريف شعبان الحكم طبعا عمرو عيد برضه هو اعترض عليه. يعني الاسبوع ده نادي بطرق اسيوط اللي احتجوا على الحكم محمود وفا. طبعا الكابتن هشام عبد المنعم اتظلم في الماتش ده قدام طميه. فؤاد يعني سلامه يعني في اعتراضات كتير على التحكيم. أيوة في الاسبوع ده المدير الفني لطميه برضه نزل ارض الملعب، وانا بطالب الكابتن فؤاد سلامه وزي غير الكابتن فؤاد سلامه. انت نزلت الملعب ايا كان تحت اي ظرف، ما تنزلش الملعب طبعا. نزولك الملعب كارثه، هتنزل وراك الجمهور، هتنزل وراك اللعيبه الثانيه او الدكه غلط طبعا. اتمنى الكلام ده ما عادش يتكرر. طيب نبدا بقى عشان الوقت ما يجريش مننا ونلحق بالزبط. ناخد النتائج والاهداف والماتشات والاحصائيات نبدا بمجموعه الصعيد. المجموعه الاولى طبعا بنلعب فيه لعبنا اللي احنا الاهداف اللي احنا جايبينها دي والنتائج دي اهداف الجوله 11. الجوله 11 في مجموعة الصعيد لافينا فازت على شبان قنا 2-0، الفيوم فوز على كيما أسوان 2-1، الألمونيوم فاز على تليفونات بني سويف 2-0، المقصة فوز على أسمنت أسيوط 1-0، تعادل 1-1 ما بين المدينة المنورة والمنيا، برضو تعادل 1-1 ما بين بترول أسيوط مع مركز شباب طامية، ملاوي والجونة 2-2، بيروت والنصر التعدين 1-1. شوف كده مع بعض بقى الأهداف يا أستاذ أحمد. تمام. نبدا بماتش لافينا وشبان قنا 2-0 لصالح لافينا اللي لابس التيشيرت الاصفر. محمد سعيد. محمد السعيد جبس. جبس. شهرته جبس. محمد السعيد جبس احرز الهدف الاول وكره اهي عدت الخط. عدت الخط وطلعها المدافع والهدف الاول للافينا، والهدف الثاني رجب مارو. رجب مارو فوز لافينا 2-0 على شبان قنا. المباراة الثانية كانت مباراة كيما أسوان والفيوم، الفيوم بالتيشيرت الأحمر وكيما أسوان بالأخضر، فوز الفيوم 2-1 على كيما أسوان في استاد أسوان. الفيوم أحرز الهدفين محمد جمال بيبو، طبعا الفيوم بالتيشيرت الأحمر وكيما أسوان بالتيشيرت الأخضر. الفيوم برضو نتيجة إيجابية يا أستاذ أحمد بالنسبة لهم. طبعا مكسب طبعا كبير. وكيما أسوان بس كيما أسوان برضو عنده إصابات كتيرة، وكابتن علي عاشور بيحاول يشتغل برضو مؤقتا لغاية لما يتعاقد مع لعيبة في يناير اللي جاي. ده هدف التعادل لكيما عبد الله شرقية، ولكن بعد كده الفيوم أضاف الهدف الثاني محمد جمال بيبو. خالد ايده اينو عامل نتائج كويسه مع الفيوم. مع الفيوم، وكان كابتن احمد عبد الغني كان ماسكهم. أيوة وهو اللي عامل الفرقه، هو بقى اللي عمل الفرقه. وده مدرب كويس طبعا، لما يشتغل تحت مدرب كبير بالزبط. هو اللي يقدر يجيب لعيبه ويشتغل يقدر يعمل حاجه. ده الهدف الثاني للفيوم وهدف الفوز على كيما اسوان 2-1. نروح لمباراه الالومنيوم وتليفونات بني سويف. الايوم طبعا الالومنيوم طبعا بالتيشيرت الكحلي، وفوز الالومنيوم 2-0 على التليفونات. الحسن ديالو وفاروق خالد يا استاذ احمد. حسن ديالو مهاجم افريقي في نادي الالومنيوم. كابتن ابو طالب العسوي طبعا المدير الفني للالومنيوم. بيقول لك ان هو بيدور على 2 مهاجمين يقدروا يشتغلوا مع حسن ديالو. انتقالات يناير داخله بقى هو. هتلاقي فيه تعقيدات بس سلاح ذو حدين. يعني لو هو مدرب ما عندوش عين كويسه ويجيب لعيب شغال صح وحاليا موجود صح والفورمه موجوده عنده، هيبقى صعب ان هو يشتغل معاه. دي مباراه المقصه واسمنت اسيوط، وفوز المقصه 1-0
بهدف من ضرب الجزاء عن طريق عبد الرحمن زين لاعب المقص. واول ماتش ليوسو جون زاليس المدرب الاسباني الجديد مسك الاسمنت اسمنت السويس اسمنت السويس اسمنت اسيوط سوري اسمنت اسيوط اتغلب يعني يوسو جون زاليس دي مباراه المدينه المنوره والمنيا في الاقصر ملعب الاقصر المدينه المنوره لابس ابيض وتقدم فريق المنيا بهدف عن طريق كريم حسن وبعدين اتعادل المدينه المنوره بهدف علي بابا. كريم حسن ده كان بيلعب في بلدية المحله وفاركو لو انت فاكر ما هو ده نص اسمي كريم حسن ايوه بس انا الشحاته انا لعيب كويس على فكره انا تابعته والله تابعته وكان لعيب كويس جدا مهاجم مميز يعني. دي مباراة بترول اسيوط ومركز شباب طامية 1-1 بترول اسيوط تقدم بهدف عن طريق محمد سيسا وبعدين اتعادل مركز شباب طامية عن طريق مازن رضا. طيب دي نتائج واهداف الجولة ال 11 دي مباراة ديروت والنصر التعدين 1-1 ده فين الملعب ده؟ ملعب ملاوي في ملاوي نصر ملاوي لا لا ده ديروت والنصر التعدين ده والنصر التعدين في بني سويف ده في بني سويف؟ ده في بني سويف والله باينة حتى كلمة بني سويف في الآخر في المدرجات هو مين اللي بيلعب في بني سويف ده؟ ديروت ولا ديروت 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 عشان كده ديروت بيلعب تاني يوم المقص قبلها بيوم ايوه والمقص بيلعب على بني سويف ديروت جاب الهدف لديروت اللاعب النيجيري باتريك وبعدين مصطفى جبان لاعب النصر التعدين تعادل للنصر للتعدين وانتهت المباراه 1-1 ما بين ديروت والنصر التعدين. كابتن كريم الجدول سريعا مقصة طلع مصر الاول اهو 25 برغم خيط برضه وقفة خيط حاجة جميلة والله ماشيين كويس وعلى فكرة بيلعبوا لعيبة 2003 و2001 يعني هو بيبني فرقة للسنة الجاية والله كويس برافو عليهم يعني. عارف لو مقص المقصة صعد هيبقى عنده جيل ناشئين يقدر يعمل حاجة في الكرة المصرية السنة الجاية. بتروح السود الثاني تبقى 24 لافينا 23 الجونة 21 النصر التعدين 18 الالومنيوم 15 ديروت 13 واسمنت اسيوط 13 في المركز الثامن. ملاوي في المركز التاسع 13 نقطة، الفيوم 12 نقطة، مركز شباب طامية في المركز ال 11 12 نقطة، كيما أسوان 12، المنيا في المركز 13 10 نقاط، وشبان المسلمين بقينا 9 نقاط، تليفونات بني سويف 9 نقاط في المركز قبل الأخير، وأخيرا المدينة المنورة 6 نقاط. كان الكابتن شديق ناوي المدير الفني للمدينة المنورة قال لك إن هو هيمشي بالفرقة وبعدين المجد الزرة يعني ضغط عليه ان هو استنى. السريع انا كابتن كريم هدافين المجموعه ديت رجب مارو نادي لافينا 7 اهداف، حماده جلال 5 اهداف النصر التعدين، مصطفى صدفه 5 اهداف بطرق اسيوط، حسام ايفونا الجونه 4 اهداف، احمد كريسبو 4 اهداف طميه، يوسف مظهر مصر المقص 4 اهداف، ابراهيم السامولي 4 اهداف. يا كابتن سريعا نروح للاحصائيات بتاعت الجوله ديت. مباراه انتهت بالفوز 61 مباراة، مباراة انتهت بالتعادل 26 مباراة 20 ايجابي 6 سلبي، الفوز خارج الارض 24، اهداف المجموعة 205 هدف، الهدافين 161 لاعب سجلوا، ركلات الترجيح 23 ركلة سجلت 23 23 واهدرت 10 ركلات جزاء. يا كابتن كريم الماتشات الجاية بتاعت مجموعة الجولة ال 12 اللي هي الجولة 12 تليفونات بني سويف مع ديروت واسمنت اسيوط مع الالومنيوم والجونه مع المدينه المنوره، مركز شرطة 100 مع ملاوي، شبان المسلمين بينا مع بترول اسيوط، النصر التعدين مع كيما اسوان، والمنيا مع المقصه. ماتش قوي جدا المنيا انتفاضه لنبيل محمود قدام طارق حجاج في المصري مقصه. انا بقول الماتش ده هيبقى من اقوى مباريات المجموعه ديت، الفيوم مع لافيان. تمام نروح للمجموعه الثانيه بقى، مجموعه القاهره والقناه، وخلينا نشوف نتائج الجولة 11 في مجموعة القاهرة والقناة اللي هي المجموعة الثانية. زد اف سي فاز على كهربة اسماعيلية 1-0، بورتو السويس كسب المصرية اتصالات 1-0، منتخب السويس فاز على الانتاج الحربي 2-1، وادي دجلة بي 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 يعني بيلحق بأول هزيمة لنادي القناة المتصدر
1-0 في ملعب القناه في اسماعيليه. اه في ملعب القناه في الاسماعيليه. اه مباراه الترسانه والسكه الحديدي طبعا اتلغت ما كملتش بعد ضربه الجزاء اللي اتحسبت، ولكن لجنه المسابقات اعتباري حسبت فوز السكه الحديدي 2-0، ده الفوز الرابع على التوالي على التوالي. اه بالظبط. وكمان النصر فاز على الاعلاميين 1-0. لو عندهم ماتش ايه مهم الترسانه السكه الحديد مع القناه. ايوه ماتش مصيري الاسبوع الجاي. مستقبل وطن كمان كسب 4-2 ايسترن كومباني، والعبور وبتروجيت اتعادلوا 0-0. سامر عبد الرحمن مع مستقبل وطن بصراحه عامل نتائج كويسه، عامل نتائج كويسه ومدرب كويس. تامر باجاتو كمان، وتامر باجاتو معاه. انا بصراحه بحيي الجهاز الفني ده. كابتن تامر عامل شغل جامد من ساعه ما مسك امير عزم مجاهد وسامر عبد الرحمن ومحمد حليم بيعتبروا يعني فرسان المجموعه حتى الان. دي مباراه زد وكهربت اسماعيليه، وفوز زد 1-0 بهدف احمد الصعيدي، والكابتن مجدي عبد العاطي والكابتن وليد صلاح الدين طبعا الجهاز الفني لنادي زد. دي مباراه بورتو السويس مع المصريه اتصالات، وفوز بورتو السويس 1-0 بهدف محمود حرشه من ضربه جزاء. بورتو السويس اللي كسب المصريه اتصالات. راجع بورتو السويس تاني يا كابتن اهو. ايوه وراجع زد تاني، ولعوا المجموعه ديت. دي مباراه الانتاج الحربي ومنتخب السويس، وفوز منتخب السويس 2-1. ده الهدف باسم عادل للسويس، الهدف الاول من ضربه جزاء، وعمرو مصطفى وباسم عادل من اللعيبه اللي جالها عروض كتير. وده الهدف الرابع له، من افضل لاعبي المجموعه بصراحه. ايوه دي ضربه جزاء برضو الانتاج الحربي، دخل محمد الشبيني وجاب الهدف التعادل للانتاج الحربي. الشبيني كان بيلعب في حرس الحدود. ايوه وبعدين المنتخب السويس احرز الهدف الثاني من ضربه راسيه لعمرو مصطفى. فوز منتخب السويس على الانتاج الحربي 2-1 في ملعب الانتاج الحربي. نروح للمباراه اللي بعديها، مباراه القناه ووادي دجله. بقول للكابتن محمد حليم عندك فرقه كويسه، عملت انتصارات كويسه، ممكن ده اجهاد يا كابتن. لا عادي، ارهاق، مش هيكسب كل ماتشات، وارد في كره القدم مش هتكسب. بالظبط، لازم يبدا يرجع باللعيبه تاني. وادي دجله الهدف محمود ضياستي من ضربه جزاء لصالح. على فكره بس محمود ضياستي ده كان معاكم في النجوم. انا فاكر النجوم، انا عارف ضياستي. يعني ده كان لعيب عندك فاكر؟ لعيب كويس قوي، وهم خدوه من النجوم. ده لعيب هايل. وعلي حسين هو اللي عمل ضربه الجزاء ديت، من اللعيبه المميزه جدا على حسين برضه في مجموعه. فوز وادي دجله على القناه في القناه 1-0. ده مباراه الترسانه والسكه طبعا اللي ما اتلغت، لكن كان ساعتها الترسانه يعني متقدم 1-0. بقول للترسانه هارد لك، وبقول للسكه برافو، انتوا دخلتوا مع عامه الصعود ان شاء الله، ويقدر امير عزمي والجهاز المحترم ده يعمل حاجه. وانا بقول لك اتوقع ان السكه هيقلب موازين المجموعه دي. ماتش القناه الجاي لو عدى ماتش القناه امير عزمي، قول لي يعني بنسبة كبيرة يقدر كده ده كان ينافس تاني. شكرا. الاعلاميين والنصر، وفوز النصر 1-0 بهدف عبد العزيز الشاعر. النصر عبد العزيز الشاعر ده كابتن طارق السيد بيلعب من زمان في النصر. ايوه وراح ده من اللعيبه اللي قدامها، وكان في النصر خلي بالك من زمان. بالظبط. طارق السيد عمل ماتش كويس، وانا بقول انا بحييه. هو ما عندوش قوام فرقه، هيتعاقد مع 7-8 لعيبه زي ما قال لي، اتفق مع الدكتور عمرو عبد الحق. يعني انا بحيي طارق السيد انه يقدر يخطف نقطه، يخطف مكسب لغايه انتقالات يناير. دي مباراه مستقبل وطن مع ايسترن كومباني، مستقبل وطن بتيشيرت النبيتي وايسترن كومباني بالاخضر، وفوز مستقبل وطن 4-2. ادهم هيثم جاب هدفين لمستقبل وطن، ومحمد جبر واحمد ممدوح، واهداف ايسترن كومباني محمود شيكا ومحمود عبد العاطي 4-2 لصالح مستقبل وطن. ده بيلعبوا فين؟ في المركز الاولمبي ده ولا ايه؟ بيلعبوا في المركز الاولمبي. لا مش في المركز الاولمبي. لا سامر عبد الرحمن يا كابتن، سامر عبد الرحمن وكابتن تامر باجاتو. وتامر باجاتو بصراحه عاملين شغل جامد. انا بقول ان المدرب ده بس تدعيمات برضو يناير ممكن تفرق معاه. كابتن تامر باجاتو هو مدير كوره جامد. وخبره كبيره جدا. وكابتن محمد صلاح انا يعني بص، عارف لما تلاقي مدرب تقيل بحجم محمد صلاح، هو لسه ماسك، وطبعا هيبقى المشكله ازمه معاه في معلش الامور مش ماشيه، لكن كابتن محمد صلاح عنده الخبره والقدره ان هو يظبط اي فريق. على فكره كان في لعيب كويس جدا كان جاي ترسانه، هارونه، كنت انا قلت لك عليه. اللعيب ده ما كملش، وحاليا مش موجود مع ترسانه. يعني راح بلده سافر وما رجعش. انا المعلومات وصلتني ان هم اشتكوه في اتحاد الكوره من المهاجمين المميزين جدا، لكن هو اصيب، جاء عمل الكشف الطبي وسافر بلده. لما سافر بلده واضح ان هو لعب فرجع مصاب. فاصابه مزمنه عملت له مشكله، فرجع بلده ثالث مره ما عادش يجي تاني. دي اهداف مستقبل وطن في ايسترن كومباني، وفوز
مستقبل وطن 4-2. القناة في المركز الأول 28 نقطة، زد الثاني 24. بص الأمور قربت جدا. السكة الحديد بقى ثالث 22. فاكر لما قلت لك إن لسه بدري في المجموعة دي؟ وادي دجله الرابع 22. ايوه الترسانه الخامس 19. ترسانه المباراه اللي خسرها دي والله العظيم كابتن خالد عيد ماتش يكسبه كمان ماتش او ماتشين يدخل برضو المنافسه على الصوت. بس خالد عيد برضو مدرب تقيل، وبعدين عندك رئيس نادي برضو بيسب كويس صراحه. يعني طبعًا. انا حزين ليه، كل حاجات متوفره للترسانه. مصرية اتصالات في المركز السادس 18 نقطه، منتخب السويس السابع 16 نقطه، بورتو السويس الثامن 14 نقطه، نادي العبور بالاليوبيه 14 نقطه، في المركز التاسع الانتاج الحربي العاشر 13 نقطه، بتروجيت ال11 12 نقطه، ايسترن كومباني المركز ال12 9 نقاط، مستقبل وطن المركز 13 8 نقاط، كهرباء اسماعيليه المركز ال14 8 نقاط، النصر المركز ال15 8 نقاط، الاعلاميين في المركز الاخير بخمس نقاط. هدافين المجموعه كابتن علي حسين 5 اهداف وادي دجله، محمود ضياصي 5 اهداف وادي دجله برضو، عمرو مصطفى 5 اهداف زد، خالد عبد الرازق منتخب السويس 4 اهداف، وعمرو مصطفى 4 اهداف منتخب السويس، جون ايفري 4 اهداف بورتو السويس، محمد سماره بورتو السويس الترسانه 4 اهداف، محمد سمير زد 4 اهداف. كابتن كريم سريعا للاحصائيات بتاعه المجموعه ديت. مباراة انتهت بالفوز 61 مباراة، مباراة انتهت بالتعادل 44 مباراة، 13 ايجابي 11 سلبي، الفوز خارج الارض 31 مباراة، اهداف المجموعة 186 هدف، الهدافين 148 لاعب سجلهم، ركلات الجزاء 29 ركلة سجلت 25 وهدرت 4 ركلات، تغييرات الاجهزة الفنية كابتن كريم 12 مدير فني اتغيروا في المجموعة ديت. مباريات القادمة لمجموعة القاهرة يا كابتن كريم، ايستر كامبري مع العبور، سكه الحديد مع القناه ماتش يعني ناري، اللي عايز يتفرج يروح يتفرج على الماتش ده. منتخب السويس مع بورتو ماتش برده مش سهل، بتروجيت مع الاعلاميين، المصريه اتصالات مع زد، النصر مع الترسانه، كهرباء الاسماعيليه مستقبل وطن، وادي دجله مع الانتاج الحربي. طيب هنطلع فاصل سريع ونرجع ناخد المجموعه الثالثه، مجموعه اسكندريه وبحري بعد الفاصل ان شاء الله. خلينا نشوف نتائج المجموعه الثالثه في الجوله 11 من بطوله الدوري الممتاز ب، مجموعه اسكندريه وبحري، نشوف كده مع بعض النتائج. المنصوره ونبروت عادلوا 0-0، ابو قير الاسمده والهلال الضبعه 1-1، ديكيرنس كسب بايونيرز 1-0، طنطا فاز على الاولمبي في اسكندريه 2-0. طبعا وكفر الشيخ فاز على سبورت. على فكره بس يا كابتن، بعد الهزيمه ديت شريف الخشاب استبعد 13 لعيب من الاولمبي وصعد 8 ناشئين وجابوا الكابتن احمد السويس النهارده مدير للكره في الاولمبي. في الاولمبي جمهوريه شبين فاز على بلديه المحله 1-0، بروكسي كسب المصري بالسلوم 2-1، وتم تاجيل مباراه الحمام والمجد السكندري. ليه؟ مطر ولا ايه؟ لا يعني ممكن يكون الملعب فيه مشكله. المهم ان هو اجراءات امنيه أجلت. يعني اجراءات امنيه. دي مباراة المنصورة ونبرو وانتهت بالتعادل السلبي 0-0، فرص سهلة بتضيع من نادي المنصورة. وبيلعبوا فين؟ في بني عبيد ولا ايه؟ في بني عبيد صح؟ ملعب لأن الملعب عليه إصلاحات، ملعب المنصورة فنقلوا لبني عبيد. ما أنا عارف المدرج ده بتاع بني عبيد. أيوه ابن أنت عارف كل حاجة، خلي بالك من رضوان الله يرحمه بقى يعني. شفت بقى الملعب، بص الملاعب الكويسة، بص يعني ده كان استاد عالمي، ده وكان استاد عالمي برضه يعني، برضه كان هيتعمل استاد كبير بس المشروع ما كملش يعني. مش هو دايما يقول لك مش يقول لك واحد بمليون؟ هرمس رضوان يا عيني كان موجود وكان الاستاد ده ايه، حاجه جميل يعني. دايما لما بتذكر اسم بني عبيد دايما بنفتكر الاستاذ الدكتور هرمس رضوان يعني، ربنا يرحمه. طيب نروح للمباراه اللي بعديها، مباراه ابو قير للاسمده مع الهلال بالضبعه. المباراه اتلعبت في استاد الماكس، نادي ابو قير الاسمده دلوقتي بيلعب في استاد الماكس، وانتهت 1-1. ابو قير الاسمده بالتيشيرت البرتقالي تقدم بهدف محمود اجوجو. الهلال مع الضبعه برضه فرقه تقيله يعني كويسة. يعني الكابتن ايمن، بس الكابتن ايمن مزين اتظلم تحكيميا في الماتش ده برضه من الحاجات المؤثره. شفت خطا حارس المرمى هنا في ابو قير الاسمده؟ افتكر الكوره، بص تركز كده يعني ما مسكش الكوره، افتكر الكوره
بره الحمد لله يا كابتن. عندك 20 خطا حارس مرمى السنه دي. مسك الكره باستهتار خبطت في العارضه ورجعت. انا موجودين عندي 20 خطا سبب هزايم فرقتهم. اليو بدرا هو اللي جاب الجول للهلال. طبعا دي مباراه بايونيرز وكيرنس وفوز كيرنس 1-0 بهدف عبد الله شلبي. سعيد صبح المدرب خلي بالك اللي هو كان مدرب ناشئين الاهلي وبيلعبوا في شربين الملعب العظيم اللي يعني شوية نقوله عظيم عشان الرئيس فخامه الرئيس راح زاره. ده حدث لابناء المنصوره بحاله. طب. حدث للتاريخ والله. دي مباراه الاولمبي وطنطا في ملعب الاولمبي في اسكندريه في وابور الميه. منطقه وابور الميه في اسكندريه. هدف بالصدر بالبطن كده. اخيرا رجع الكابتن عمرو انور اهوت. كابتن عمرو انور مدرب كويس المدير الفني لطنطا ويقدر يرجع تاني. طنطا تقدم بهدف ميدو جمال كرة بص ببطنه حطها استاذ احمد. تصوير شوف عامل ازاي. تصوير حلو ملعب حلو الاولمبي. يعني محمد زغلول في الاولمبي بصراحه. واقطاي عبد الله احرز الهدف الثاني لطنطا وفوز طنطا على الاولمبي في اسكندريه 2-0. من الملاعب الحلوه الاولمبي. ونادي كبير ونادي عنده تاريخ بس طبعا اللي عنده مشكله في الاداره. انا متاكد ان الكابتن شريف يرجع الايام اللي جايه مع تدعيمات يا نادي ان شاء الله لان هو مدرب ومعاه احمد السويسي. كابتن احمد السويسي خبرات طبعا يقدر يعمل حاجه. دي مباراه بلديه المحله وجمهوريه شبين وجمهوريه شبين اللي كسب. جمهوريه شبين كسب 1-0. عصام شعبان مدرب بهدف محمود مقلب. برغم ان الكابتن احمد عبد الرؤوف برضه فرقته كسبانه. يعني انا بقول للكابتن احمد انت مدرب كبير تقدر ترجع عامل شغل كويس. شبين عاملين شغل كويس. لا وايه واللاعب في شبين بكام؟ ب 40 ب 30 ب 50 حاجه يعني ايه خيال. لكن برضه انا بقول ان احمد عبد الرؤوف لازال من اقرب الناس هو ايمن مزين في المنافسه على الصعود في الايه. دي مباراه المصري بالسلوم وبروكسي وانتهت 2-1 لصالح بروكسي. بروكسي لابس التيشيرت الاحمر والهدفين بتوع بروكسي احمد جمعه طبعا نجم المصري السابق وميدو علي الهدف الثاني وهدف المصري بالسلوم سيف مسعود. هنا بقى بقول لك على بروكسي رجع انتصار ثاني محمد حامد مدرب زيه زي اشرف توفيق. مدرب شاطر جدا موهوب يقدر يعمل حاجه. وانا بقول لو الراجل ده استمر في بروكس السنه الجايه بروكس هيبقى ليه حاجه كبيره. بص بقى المجموعه دي المنافسه دي كيرنس من الاول لغايه الثامن 20 20 كفر الشيخ ابو قير 19 البلديه 18 لسه بدري. والمنصوره لسه في القصه 18 ماتش واحد. طنطا في المركز السادس 16 وعندك شبين برضو 16 كل دول مرشحين. نبرو برضو مع عبد اللطيف الدوماني عامل شغل كويس قوي في المنافسه 16 وبروكسي 15 موجود برضو في المنافسه برضو. في المنافسه لغايه بص سبورتنج. لغايه 14 موجود. الدروب بس اللي انا يعني زعلان عشانه يعني سبورتنج عشان امكانياته الماديه ممكن تكون اسباب تراجع النتائج بتاعته. هو 14 وبعدين عندك الهلال بالضبعه 12 المجد السكندري 12 مع كابتن طبعا ابراهيم سعيد موجود برضو. الاولمبي 11 موجود. الحمام مع ياسر عبد الواحد حاجه كويسه والله يعني ماتش او اتنين يغيروا شكل عادي. الحمام عادي. 10 نقاط بايونيرز قبل الاخير 4 نقاط بايونيرز والمصري بالسلوم صعب يعني خلاص يعني المشكله الموضوع صعب. عشان كده بقول لك بعد الجوله 17 او 18 هتتضح الرؤيه. نروح سريعا يا كابتن ليه هدافين مجموعه بحري محمود بصله كفر الشيخ 6 اهداف اسلام سمير 5 اهداف بريت المحله مؤمن محسن 4 اهداف جمهوريه شبين احمد العوض المنصوره 4 اهداف وحيد محسن 3 اهداف بريت المحله ميدو جمال طنطا 4 اهداف يا كابتن. احصائيه المجموعه الثالثه مباراه دي انتهت بالفوز 51 مباراه مباراه انتهت بالتعادل 36 12 ايجابي 24 سلبي الفوز خارج ارض 18 مباراه اهداف المجموعه 149 الهدافين 106 106 لاعب سجلوا اهداف يا كابتن. ركلات الجزاء الثالثه ركلات الجزاء 15 ركله 11 ركله سجلت وهدرت 4 ركلات تغييرات الاجهزه الفنيه 9 اجهزه فنيه غيروا في المجموعه دي يا كابتن. نروح سريعا فريق الاسبوع ناخد الاول مباريات الجوله اللي جايه وبعدين نروح لفريق الاسبوع. نابارو بريد المحله طنطا بايونيرز كفر الشيخ الاولمبي جمهوريه شبين مصر بالسلوم دي كيرنس ابو قير الاسمده الهلال بالضبع الحمام المجد السكندري المنصوره بروكس سبورتنج. وانا اتوقع ان الماتش ده ناري جدا. بروكس طبعا عنده انتفاضه في النتائج وسبورتنج عنده ازمه في النتائج فانا بتوقع ان الماتش ده هيكون جامد جدا. تشكيل الاسبوع يا كابتن محمود الونش منتخب السويس مازن رضا
مركز شباب طميه، عبد الله شلبي ديكنس، محمد السعيد لافينا، احمد علي طنطا، ادهم هيثم مستقبل وطن، ميدو علي بروكسي، محمد جمال بيبو الفيوم، محمود مقري جمهوريه شبين، عبد العزيز شاعر النصر، احمد الصعيدي زد، وانت عارف طبعا احمد الصعيدي كابتن عصام شعبان افضل مدير فني في بحري بعد الفوز على البلديه، خالد اينو افضل مدير في الصعيد بعد الفوز على كيمو اسوان، ياسر الكناني افضل مدير بعد الفوز على الانتاج، افضل ثلاث حراس حتى الان من الجوله الواحد للجولة ال11 كابتن كريم محمود علاء القناة دخل فيه 7 أهداف، محمود عبد المنصف حارس ديكرنس، ومحمد رمضان حارس بطرق أسيوط وده سبق كان بيلعب في ناشئين الإسماعيلي. أشكر الكابتن جمال عقل والموسوعة اللي بيجهز كل حاجة للنهار سهران محمد الشامي ومحمود درويش في الإعداد معانا. أشكرك يا أستاذ أحمد، والله مجهود كبير جدا يا جماعة، الراجل ده بيجيب لنا أهداف المجموعات كلها. احنا قلنا كام ماتش؟ 48 فريق، 48 كل مجموعه فيها 8 ماتشات، يعني 24 مباراه في، يعني اكنك بتتابع او بتحلل او بتتكلم عن 3 دوريات في بعض، مجموعه القاهره ومجموعه الصعيد ومجموعه اسكندريه. بشكرك شكرا جزيلا، استمتعت معاك جدا، قلت لنا كل حاجه في دوري الممتاز بيه، ودايما كده كل اسبوع بتشرفنا وبتقول لنا كل حاجه عن الممتاز بيه. بشكرك استاذ احمد القصاص، بشكر كل طاقم العمل، بشكر كل المشاهدين، ونتقابل على خير بكرة إن شاء الله.